عمر ديالي 30 عام، دخلت هنا بتهمة الزوار، تحكمت بعشر سنين. دخلت هنايا كنت تحكمت في الأول بأربع سنين، من بعد في استئناف زادوني ست سنين كملوا لي عشر سنين. دخلت أول عام كنت بديت درت تكون معنا في السنتر، درت الحلقة هي الأولى خديت فيها ديبلوم، من بعد درت الدرس. العام الثالث درت فيه الاستاتيك حتى هو خديت ديبلوم، والعام الاخر كنت درت الزربيه اربع سنين. صافي هذا العام درت شي حاجه، درت اربع ديبلومات. قال لي ما عندكش الحق مازال باش عاودتي. اغلبيه دابا الوقت ديالي كندوزو غير في البيس، ما كنخرجش بزاف اصلا، ما عنديش تمني. كنت دايره السونتر، بعد السونتر كنت كنتلاها فيه شويه، كنمشي كندوز نهار ديالي تمايا، كنجي في العشيه كندوز نهار عادي مع البنات. السونتر بعدا كنت نحس براسي شغل، نقولك ما كنحسش براسي كاع في السجن. هنا في السونتر كندوز وقتي مزيان، كنرتاح، كنجي ملي كنطلع للبيس عاد باش كندوز كنحس براسي راني. انا دخلت درتهم حيت عندي هدف، يعني باش ان شاء الله منين نخرج ان شاء الله نخرج نخدم بهم على برا. يعني درت هاد الشعب كاملين باش الحاجه اللي غنقدر نرتاح فيها هي اللي غنخدم بها ونعاون راسي في المستقبل. بغيت ندير بها فورماسيون، قدرت باش منين نخرج على برا نخدم بها، ما عنديش مشكل.